أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في لحظة سياسية صار فيها الانسداد السياسي شبه مزمنا، ويزيد من تعقيده وضع أمني هش عنوانه الكبير: تحركات روسية لفرض واقع عسكري وأمني جنوب البحر المتوسط. تحط طائرة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صباحا في طرابلس لتلتقي دبيبة، ومساء في بنغازي للقاء حفتر. نتساءل في حوارية الليلة عن دلالات هذه الزيارة من قبل ميلوني وتوقيتها وطبيعة اللقاءات، وإلى أي مدى تسعى روما إلى تثبيت ثقلها في ملف الأزمة الليبية، وما هي الأدوات الدبلوماسية التي تملكها ميلوني لترمي بها في تفاعلات الملف الليبي سياسيا وأمنيا. هذه الأسئلة وأكثر مشاهدين نطرحها على ضيوفي في حوارية الليلة. ينضم إلينا عبر سكايب من روما المستشار السياسي والأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف الشح، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي المحلل السياسي سيد محمد مطريد، ومن باريس معنا عبر سكايب من هناك الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي سيد صلاح القادري. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. لعلي أبدأ معك سيد أشرف الشح، لربما بمدخل يتعلق بما بات يعرف الآن أو منذ مدة على الأقل بماتبلان. أنا أود أن أفهم منك في البداية عن أبرز مرتكزات هذه الخطة التي باتت تعرف وتقدم من قبل أغلب المصادر السياسية وحتى الصحفية الإيطالية، والسؤال الأبرز المتعلق بأين تقف ليبيا في هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة نبيل والسادة الضيوف والسادة المشاهدين. طبيعي أن الحكومة الإيطالية الجديدة أو التي انتخبت خلال السنتين الماضية حكومة يمينية جاءت برؤية جديدة تجاه مشكلة مزمنة بالنسبة لإيطاليا فيما يتعلق بليبيا، وهي مشكلة الهجرة غير الشرعية. هذه المشكلة تبقى للحكومة الإيطالية الجديدة أحد عدة خطط، وكان خطة ماتي التي لها عدة مرتكزات وعدة طلقات، أهمها هي معالجة مسألة الهجرة والمهاجرين، نوعية المهاجرين خاصة من دول المصدر ودول المنطقة. طبعا هذه الخطة لم تشارك فيها دول الممر ودول المصدر، وإنما طرحتها إيطاليا بمبادرة، حاولت بعد ذلك إشراك هذه الدول بطريقة أو بأخرى، ولكن كالعادة الدول التي تستهدف لا تتعاطى مع مثل هذه الخطط الغربية بالطريقة التي تستفيد منها والطريقة التي تعالج بها مشاكلها، وإنما إما أن تقبلها أو أن تتعاطى معها بشكل لا يخدم لا مصلحتها ولا مصالح هذه الدول. بالتالي أعتقد أن ما تقوم به جورجيا ميلوني في المرحلة الحالية هي محاولة وضع الركائز الأولية لهذه الخطة التي أطلقتها منذ فترة والتي تغلفها باتفاقيات عدة، منها اقتصادي ومنها التدريبي والتعليمي وآخرها الرياضي كما شاهدنا. وبالتالي سيد القادري، هذه الخطة المتعددة الأهداف التي تسعى ميلوني إلى تحقيقها والتي تحدثت عنها أكثر من مناسبة، لكن إلى أي درجة تعتقد بأن هناك محركات ربما استراتيجية وحتى إيديولوجية هي من صنعت هذا التوجه التي تسعى ميلوني السير نحوه والاستمرار فيه؟ مساء الخير سيدي الكريم، تحياتي لك وللضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. الكل يعرف بأن حكومة ميلوني هي في البداية حينما جاءت إلى الحكم كان أحد أهم الملفات التي ركزت عليها وهي المهاجرين والعلاقة مع الأجانب داخل المجتمع الإيطالي، وكذلك ملف الهجرة السرية والتي تحملت إيطاليا العبء الأكبر والتي لم تحصل على الدعم الأوروبي الكافي. لذلك الآن إيطاليا تتحرك بمفردها لأنها كانت تعول في فترة ما على الاتحاد الأوروبي لحل هذه الإشكالية. الآن إيطاليا تتحرك وحكومة الإيطالية اليمينية تحرك بمنطق براغماتي جدا. المنطق البراغماتي جدا هو يجب علينا أن نتعامل مع الحكومة بالأساس الليبية والحكومة التونسية كذلك
على أساس أنهم أن تكون هناك مصلحة مشتركة. المصلحة المشتركة التي كانت مع الحكومة التونسية كانت الكثير من المصادر تتكلم على عطاءات ومنح مالية قدمتها الحكومة الإيطالية إلى لصالح الحكومة التونسية. بالنسبة لليبيا الآن الحكومة اليمينية الحكومة الإيطالية الآن هي تقريبا وصلت إلى أمر أنا أعتبره خطيرا، لأنه ليس فقط منظور الإيطاليين في التعامل مع المؤسسات الليبية، وهي التسليم بالأمر الواقع بأن هناك قوتان موجودتان في ليبيا، قوة في الغرب وقوة في الشرق، ونحن يجب أن نتعامل مع الاثنين بغض النظر عن الوضع السياسي وعن توحيد المؤسسات الليبية. لذلك هنا ننظر بأن ميلاني جاءت هي إلى طرابلس وتريد أن تذهب إلى بنغازي تتفاهم مع السلطة هنا وتتفاهم مع السلطة الثانية هناك بغض النظر عن الشرعية التي تمتلك هذه السلطة أو تلك. بمعنى هناك منطق براغماتي كامل متعلق بالمصلحة الإيطالية المحضة. المصلحة الإيطالية المحضة هي بالأساس هي قضية الهجرة الشرعية، ثم هناك قضايا محتملة أن أي عقود يمكن أن تمضى وتكون لديها مدى متوسط أو مدى طويل، وبالتالي في حال استقرار الوضع السياسي تستفيد منها إيطاليا في المستقبل. إذن تحرك الإيطاليين اليوم مثل كثير من تحرك الحكومات الغربية والأطراف الغربية غير متعلق بمصلحة الليبيين بقدر ما هو متعلق أساسا وغالبا بغالبية يعني غالبية كبرى بمصالح الأطراف الغربية، وأقصد هنا بحالة خاصة الطرف الإيطالي في هذه الزيارة. لكن سيد القادري في عجالة، لماذا تعتقد بأن هذا الأمر خطير؟ لما قد لا ينظر إليه أنه من باب النظرة السياسية الإيطالية، من باب الواقعية السياسية، على اعتبار أنه إيطاليا تتعامل مع واقع منقسم، هناك حكومتان تتنازع عن الشرعية، ويهيمن كل منهما يهيمن على منطقة جغرافية. رغم ذلك أن ميلوني لم تلتقي بحماد، اكتفت بلقاءاتها بخليفة حفتر لوحده. أين تكمن الخطورة في هذه الحالة في ثواني في عجالة؟ نعم، لو التقت بحماد كان الوضع أفضل، لأنه لو التقت بحماد حماد قد يكون لديه نوع من الشرعية أطلقه مجلس النواب، لكن خليفة حفتر هو قائد عسكري قائد عسكري لما يسمى الجيش الوطني الليبي، أو قائد ميليشيات على الأقل، هو قائد عسكري لديه سلطة على الأرض. إنما هذا التعامل بهذه الطريقة هو أن هناك تجاوز إلى أي الإطار السياسي والأطر السياسية الحاكمة، وبالإضافة إلى التسليم بالأمر الواقع. ما هو التسليم بوجود سلطتين؟ هو تسليم بالقسام السلطة في ليبيا، وبالتالي انقسام ليبيا. الانقسام السياسي والتسليم بوجود سلطتين لن يكون له فقط أثر على قضية المفاوضات أو ملفات أو اتفاقات قصيرة المدى. سيتحول إلى سياسات للتعامل الأطراف الغربية مع ليبيا، ومع مدة خلال سنوات سيتحول إلى أن هناك سلطتين وبالتالي هناك دولتين في ليبيا. نعم سيد مطريد، انطلاقا من حديث السيد القادري هنا، والذي يبدو له من غير العقلاني ومن غير المنطقي والخطير، هو ركز على ذلك، عندما تلتقي ميلوني بحفتر وتتغاضى أو تبتعد عن الواجهة المدنية وحتى السياسية لتلك المنطقة، وأقصد هنا بحكومة حماد، هذا يبدو له أمر خطير يكرس لواقع آخر. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أنقلك وأقتبس لك لما ذكرته مصادر صحفية إيطالية أبرزها وكالة أنسا، على أنه ميلوني ستطلب من حفتر عندما تلتقي به تقليل وجود القوات الأجنبية، خاصة الميليشيات الروسية في ليبيا. تعليقك على هذا الطلب الإيطالي الذي جاء على لسان ميلوني؟ أهلا بك وبضيوف الكرام ومستمعين قناة ليبيا الأحرار. طبعا نبدأ بآخر سؤال طرحته علي، طلب السيد ميلوني من خلال الصحافة الإيطالية. طبعا إيطاليا لازم نفهم إن ما دورها الأوروبي وموقعها الدولي وحيثية تأثيرها على المشهد الليبي، بحجة أن الساحل الرابع كما يدعون المؤرخين الإيطاليين لدى إيطاليا. إيطاليا لا تملك أن تطلب من القيادة العامة أو قائد الجيش أو من له سلطة في الدولة الليبية بإخراج المرتزقة، لأنهم مازالوا تحت الرعاية الأمريكية، وأثر الحرب العالمية الثانية والوصاية موجودة على إيطاليا وألمانيا. لهذا لا تملك إيطاليا فعل مثل هذه القرارات. ولكن حيثيات الزيارة، وأقوله لك منها من خلال منبركم، هي تأسيس لمؤتمر أوروبي ليبي أفريقي حيكون في 25 مايو هذا الشهر، وعنوانه المهاجرين الذين يأتون إلى السواحل الإيطالية، وحيكون في مدينة بنغازي. طبعا ليش جلست مع قائد الجيش
خليفة حفتر وطلبت هذه الأمور ولم تجلس مع حماد مثل ما ادعى ضيفك الكريم. طبعا نعلم للقاسي والداني يعلم جيدا دور القائد الجيش ووزير الدفاع وأيضا دوره في سيطرته على الجنوب الليبي، وخاصة اليوم القيادة تنطلق إلى مدينة الكفرة بتكليف لجان هناك لاستقبال اللاجئين من دولة السودان الشقيقة. هذه المعطيات الأمنية والعسكرية مهمة للجيش الليبي، لهذا الدور الأكبر هو دور الأمني وعسكري لحماية هؤلاء الناس واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال حقوق الإنسان. لهذا ما جعل من سيد ميلوني الجلوس مع قائد الجيش خليفة حفتر هو طلب بعض الترتيبات الأمنية لهؤلاء الناس ومصيرهم إلى أين وكيف يتم احتوائهم في الكفرة وما هي المخيمات من حيث الوضع الصحي والأمني والغذائي. كل هذه المجريات مجريات يعني طبيعية جدا في ظل الانقسام السياسي الدولة الليبية، وليس هناك من يمكن الجلوس معه شرقا وغربا إلا شخص واحد ممكن القائد العام أو قائد الجيش خليفة حفتر. لكن لماذا لا يكون مع الحكومة يا سيد محمد؟ لماذا لا يكون مع الحكومة مباشرة طالما بأنه تتحدث عن مجابهة كويس. تدفقات الهجرة باتجاه أوروبا من انطلاقا من المناطق الصحراوية الليبية؟ هذا الدور قد تقوم به وزارة الداخلية التابعة لهذه الحكومة، وتلتقي وزير الداخلية ورئيس الحكومة يلتقوا بميلوني، وبالتالي تحل هذه الإشكاليات ويتم توقيع اتفاقيات. هو يتساءل ضيف، أنقله لك مرة أخرى، لما الواجهة العسكرية هي من تقوم بهذه الأدوار وتغيب في المقابل الواجهات الأخرى الأمنية التي من المفترض أنها تتولى هذا الأمر في أقل من دقيقة لو تكرمت؟ في طبيعة الحال عندما يكون هناك زيارة رفيعة المستوى مثل السيدة ميلوني رئيسة وزراء الإيطالية إلى الدولة الليبية وتقابل شخصية مهمة في الشرق الليبي، حيكون قائد الجيش خليفة حفتر. لماذا حماد أو وزارته ومن هم حواليه طلب ميلوني في الزيارة؟ هي طالبة السيد خليفة حفتر للجلوس معه والتباحث حول هذه الأمور. هذا طلب إيطالي وليس طلب القيادة العامة، هي طلبت بشكل خاص مقابلة القائد العام. هذه جانب. جانب الثاني، الحكومة الموجودة اليوم هي حكومة حماد ووزرائها كلها تحت رعاية وحماية قيادة الجيش. بهذا الشكل طبيعي الحال نحن في ظل هذه الظروف القسامية والغير واضحة، طبيعي أن تمشي لأقوى رجل في المنطقة للجلوس معه والتباحث معه، لا تذهب إلى أي شخص ممكن يرجع قراراته إلى القائد العام وترجع قائد الجيش حتى ينظر إلى مستويات. ستقول لي مثلا كيف أنت حماد أعلى سلطة من القائد العام والبرلمان كذلك؟ نقول لك خلاص باتفاقية خيرات 2019 والتي سنها برلمان مع مجلس الدولة أصبح ضعف مجلس النواب واضح من خلال رهانه مع مجلس الدولة في قراراته، لا يملك قراره بالكامل. لهذا القيادة العامة لا تثق في الجميع وتأخذ قراراتها بمفردها، وهذا ما خلاها قوية في الساحة الليبية اليوم عسكريا وأيضا سياسيا. واضح تماما. طالما بأنه ركز سيد أشرف الشح ختام حديث سيد مطريد مسألة عدم الثقة، وبالتالي اختار حفتر هو من يقود الاتفاقات أو حتى المباحثات مع ميلوني. لكن أنا أذهب بك لنقطة أخرى التي كنت أناقشها مع ضيوفي حول مسألة مغادرة الميليشيات الروسية. هل اليوم إيطاليا روما بالنظر إلى وضعها أوروبيا وحتى داخليا تملك من الأدوات السياسية ما يكفي حتى يحقق لها حفتر ما تريد؟ لا، هو الكل يعلم أن حتى حفتر لا يملك إخراج الروس. وجود الروس في المناطق الموجود فيها حفتر هو كوجود الروس في سوريا عند بشار الأسد، لم يعد يملك أن يخرجهم أو أن يأمرهم أو أن يتحكم في وجودهم وفي تحركاتهم. الدول الغربية كلها متحفزة لهذا التزايد، لتزايد التواجد الروسي خاصة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، ورسو أكثر من 5 بواخر حربية روسية محملة بالمعدات والأسلحة في ميناء طبرق وتحويلها إلى وجهات عدة داخل ليبيا وخارجها. كل هذا يحفز الدول الغربية ككل. أن ميلوني تطلب أو تضغط أو لها الأدوات هذا موضوع آخر. الدول الغربية تتفاوت في قوتها وفي قوة تأثيرها وفي الأدوات التي يمكن أن تستعملها، ولكن لا أستبعد أن تطرح ميلوني مثل هذا الكلام على حفتر. أما عن واقعية زيارة ميلوني أو ترسيخ الانقسام للأسف مرسخ،
ولكن لقاء بحفتر وعدم اللقاء بحماد يعطي إشارة واضحة أن هذه الدول تتعامل مع سلطات الأمر الواقع، أي أنها لا تشرع هذا التواجد وإنما تتعامل مع الموجود. لو أنهم تعاملوا أو التقت بحماد على سبيل المثال فهذا يكون له دلالة سياسية بأن هناك انفتاح أو أن هناك شبه اعتراف بأن هناك حكومتين في ليبيا. ولكن اللقاء في طرابلس بدبيبة كرئيس حكومة وبالمنفي كرئيس مجلس رئاسي ثم الذهاب إلى خليفة حفتر واللقاء بخليفة حفتر في بنغازي هو لقاء بسلطة أمر واقع أو بقائد عصابة تتحكم في تلك المنطقة ويجب التعامل معها لتقضي مصالحها أو مصالح التي أتت من أجلها، وهي بالدرجة الأولى موضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل معها من خلال خطة ماتيو ومن خلال الإجراءات العاجلة. الكل يعلم أن الهجرة غير الشرعية من بنغازي كانت منظمة خلال الفترة الماضية بتنسيق صدام حفتر، وفي لحظة من اللحظات تم إيقافها بعد تفاهمات إيطالية مع حفتر خلال الفترة الماضية، وهذا كان أحد الأدوات التي استعملها حفتر كي يجلب الدول الغربية للتعامل معه وللتعاطي معه سياسيا. وبالتالي هل هناك دلالة سياسية، اسمح لي، هل هناك دلالة سياسية للأمر غير الملفات التي تعتقد بأن روما تركز عليها في مباحثاتها مع كل الشخصيات التي التقت بهم ميلوني، خصوصا هذا الوضع السياسي المعقد، استقالة باتيلي، حالة مراوحة سياسية، عدم وجود انفراجة في المشهد، هل هناك بعد سياسي يمكن تبحثه ميلوني مع كل هذه الشخصيات؟ لا، شوف، سنة زيارة طرابلس ثم الذهاب للقاء حفتر في بنغازي واللقاء بحفتر فقط وليس لا بعقيلة صالح ولا بحماد ولا بأي شخص آخر، هذه السنة ليست جديدة، قام بها كل المسؤولين الدوليين خلال 6-7 سنوات ماضية، أعلاهم صفة كان غوتيرز أمين عام الأمم المتحدة، ذهب إلى طرابلس ثم ذهب إلى بنغازي والتقى بخليفة حفتر ولم يلتقي بالآخرين. بالتالي هو تعامل مع قوى الأمر الواقع، قوى الانقسام الموجودة حاليا، وهذا لا يعطي أي شرعنة أو لا يضفي أو لا يضيف إلى هذه الشخصيات أي شيء جديد، لأنه تعامل مع أمر واقع مع سلطات آنية حالية قد تتغير في المستقبل ولا يتم التعاون معها، ولكن في الوقت الحاضر بناء على الإشكاليات والمصالح الحالية يتم التعامل معها كما تم في السنوات السابقة. إذن وبالتالي سيد القادر، على غرار نظرتك لسلوك ميلوني عندما التقت بما يعتبرهم سيد أشرف الشحنة سلطات أمر الواقع في ليبيا أيا كان مكان تواجدهم، لكن في جانب آخر إلى أي درجة بالفعل اليوم قد ينظر إلى ميلوني بأنها تسعى وتحاول تثبيت الثقل الإيطالي في الملف الليبي في ظل هذا التعدد من التدخلات المختلفة من قبل دول عديدة أيا كانت أوزان كل دولة وأي منهم أكثر فعالية على أرض الواقع اليوم، إلى أي درجة يمكن قول ذلك في هذا الإطار؟ لا أظن أن الهدف الأول لإيطاليا وميلوني بوجودها في ليبيا هو أن تكون لها ثقل في الملف الليبي من ناحية الحل السياسي والذهاب إلى انتخابات وتوحيد المؤسسات وإخراج قوات فاغنر من ليبيا كما قالت وكالة الأنباء الإيطالية. أظن هذا من باب الاتصال، يعني من باب الخطاب الإعلامي فقط والاستهلاك الإعلامي. النقطة الأساسية والتي لم تتكلم عليها وكالة الأنباء بشكل مباشر وتكلمت عليها لكن في كلام مجمل داخل هذه المطالب أو هذه التطلعات الإيطالية اللي هو ملفين أساسيين أو ملف أساسي واحد هو المصالح الإيطالية في ليبيا، مصالح يعني قصيرة المدى ومصالح كذلك متوسطة وبعيدة المدى. قصيرة المدى هي ملف الهجرة الليبية كما هو الهجرة الغير شرعية أو غير قانونية، لأن الهجرة شرعية لأي واحد يبحث عن طعام أو عن عيش أو عن كرامة. الهجرة غير قانونية هذه الإشكالية الآن كما قال السيد مطيريد أنه الآن إيطاليا ماشية عند خليفة حفتر أو حتى عند دبيبة، يعني وأنا أعلق لأن الأستاذ مطيريد قال بأن
هي تكلمت مع خليفة حفتر كيف يمشوا للكفرة وكيف يعملوا مراكز هناك لاستقبال اللاجئين وكيف يتعاملوا معهم صحيا وكيف يجمعوهم وكيف يحتووهم. هذا راهو عارف لما نتكلموا على السيادة، أنك تتحول أنت إلى شرطي يحمي إيطاليا في جنوب في جنوبها في حدودها الجنوبية جنوب البحر المتوسط، هذا يتعارض مع السيادة نهائيا. أنت لما تتحول أنت إلى شرطي تحمي الحدود السواحل الإيطالية، وحينما يدير ظهرك الغربيين والإيطاليين ظهرهم ليك تبتزهم أنت سياسيا بفتح باب الهجرة الغير شرعية تجاه سواحلهم. في الأولى لا نستطيع أن نتحدث على سياسة على سيادة، وفي الثانية نحن لا نتكلم عن سلوك سياسي ولا نتكلم عن سلوك مافيوي. يعني إما أنت إذا أنت تعطيني قيمة وتعترف بي سياسيا أنا باش نشتغل عندك شرطي وأتخلى عن السيادة، إذا أنت أدرت ظهري ليك أنا باش نتخلى على السياسة ونتحول إلى مافيا في السلوك. منطق الابتزاز هذا لا يدخل في السياسة، هذا منطق الابتزاز هو يدخل في الأنظمة نسميه في العلوم السياسية الأنظمة الموازية واللي يطلق عليها بالعبارة الإيطالية المافيا. فلذلك إشكالية كبيرة جدا الآن حينما نحاول أن نبرر تعامل سيدة ميلوني مع حكومة مع خليفة حفتر على أنه خليفة حفتر قادر يعمل يعني مخيمات لاستقبال المهاجرين غير شرعيين في الكفرة وإعطائهم العناية الصحية واحتوائهم وكذا، هذا أمر يتعارض مع السيادة. حينما نفتح باب الهجرة نحن تحولنا من السياسة إلى المافيا. ولذلك الإشكالية إشكالية كبرى، هي الإشكالية ليست في الإشكالية عند إيطاليا لأن إيطاليا جاءت تبحث عن مصالحها، الإشكالية هي في الأطراف الليبية. سأنا أتكلم عن خليفة حفتر والأمر ينطبق كذلك على الدبيبة، إذا الدبيبة عرض حقيقة على أنه مع الإيطاليين حتى يشتري ودهم أنهم يقيم مخيمات أو أنه يسخر وزارة الداخلية الليبية السيادية باش تحمي السواحل الإيطالية، هذا أمر يمس بالسيادة كذلك سواء عملها خليفة حفتر أو عملها كذلك الدبيبة. وبالتالي سيد الفريد في اتجاه آخر حول بالنسبة لحفتر، تعتقد بأي عين قد ينظر لهذا الطلب من قبل ميلوني؟ لأي درجة قد يتماهى معه؟ أم ربما الرجل يبحث عن مكاسب يود أن تحقيقها من قبل روما حتى يتماهى مع هذا الطلب الإيطالي؟ شوف يا سيد نبيل، حتى نفهم ما يعني أولا نعلق على ما اقترحه السيد القادري، من حيث أن تعاملت إيطاليا مع خليفة حفتر كشرطي أو حامي الحدود أو كمافيا أعطاها بطريقتين، يعني إذا كانت تتبع الأوامر الإيطالية أو إذا كانت هناك بعض الابتزاز السياسي أو زي ما تدير الدول لتبتز مثل ما يعمل معمر القذافي سابقا. أنت قاعد من احنا ما نرجع الأصل للمشكلة، أصل المشكلة يا سيد القادري هي أن ليبيا ليست دولة موحدة تحت حماية واحدة وقرار واحد ورئيس واحد حتى تحكي بطريقة البروتوكولية السياسية اللي أنت تحكي بها. المفترض أن تكون اليوم لما استقبلوا السيدة ميلوني إلى الرجمة بدون أي بروتوكول زي ما فعلت بيبة في طرابلس، وجلست ووضعت أليات يعني توافقية مع القيادة العامة، هنا معناه هي تحترم فيك وتقدر فيك هذه الدولة لأنك تحامي الحدود ولديك كلمة وليس تحت أوامر أي دولة أوروبية. إذا كانت هناك مشكلة أخرى مثل ما ادعيتها في السابق بخصوص أن الوجود الروسي في ليبيا وأن الفاغنر للعلم أنها تتبع وزارة الدفاع الروسية وأن هناك اتفاقية من البرلمان الليبي مع البرلمان الروسي من خلال عقيلة صالح وأعطى نوع من الحقية الاتفاقية للجيش الليبي، واليوم اللي تتحدث عليه اللي هو قائد الجيش الليبي من خليفة حفتر هو الرائد في منطقة الشرق والجنوب. لهذا إن ما يفعله اليوم من جلسات معديدة ومركوكية مع جميع الأطراف العالمية من أوروبا ولا مندوبية أمريكية أو حتى روسية شرقية صينية كلها تأتي في صلب أن هذا الرجل هو القائد الوحيد في المنطقة الشرقية والجنوبية ولديه الحماية الكاملة للحدود وللجو وأيضا للمناخ الليبي حتى البحر. أما ما يحدث في الغرب الليبي ولما نتحدث عن الهجرة وابتزاز نقول لك تعال السيد الفار اللي هو اللي ماسك الغفر السواحل الليبية هناك من الزاوية أو من أزوارة، هجرة غير شرعية بشكل رهيب جدا تحدث هناك وممكن دبيبة عندها بها علاقة،
وممكن اللي تشوف فيه في المناطق الغربية إذا كانت تشدها في المنطقة الشرقية نقول لك سيان نفس بعضهم، فما تعطيش زاوية فيها شواب وزاوية أنت شايفها عادي. لكن لو أردنا أن نقف عند حالة ليبية غير متفق عليها، ولكن لو أردنا أن نقف عند الصورة الملتقطة، رمزية الصورة، دلالة الصورة هنا، أنت توصف الأمر والمشهد على أنه جيش، مؤسسة حقيقية نظامية إلى غير ذلك. لكن لو أردنا أن نذهب إلى الصورة سنجد بأنه ميلوني التقت بعائلة ولم تلتقي بمؤسسة نظامية، وكاننا نتحدث عن جيش لحفتر، وبذلك تؤكد ميلوني وهذه الصورة ما قالته تقارير الأمم المتحدة، هناك هيمنة سياسية واجتماعية واقتصادية من قبل حفتر وأبنائه على برقة، ولا نتحدث عن جيش مثالي أو حتى مؤسسات دولة شاملة يمكن الوقوف عندها في هذه الحالة. ممتاز، كلام منطقي، وأنا حبيت منك سؤال يا سيد نبيل. لما نتحدث على مقابلة عائلة في دولة ليبية أساسها النمط القبلي والعمدة والشيخ، ابتداء من الملك إدريس وعائلته إلى قذافي وعائلته، وأيضا السراج ودبيبة وعائلته، حتى المدير المدرسة أو الوزير اليوم لما يجي يمسك مؤسسة حيجيب عائلته. أن هنا معناها يا سيد نبيل نعاني من ثقافة اجتماعية، هذه مشكلة عامة على المجتمع الليبي بالكامل وليس عند حفتر فقط. لما نجو نرجع إلى من هم الذين تحدثت عنهم، نقول لك لديهم صفات، من صدام حفتر أو اللواء صدام، نقول لك آمر القوات البرية، خالد حفتر آمر وحدات الأركان البرية أو الأركان العسكرية الجيش الليبي، هؤلاء هم اليوم أمامك الذين يرعون قادة الجيش. فلما تجي تقول لي كيف حفتر وعياله مسكين السلطة العسكرية وفي الشرق الليبي، تنقول لك حتى دبيبة لما زار أحد زياراته في تركيا وإمارات أخيرة، الزيارة الأخيرة مشى بإبراهيم دبيبة وذهب معاه نسيبة ومشى كل عائلته مشت معاه في الزيارة، والقائمة واضحة قدامك تقريبا، نزلت حتى على السوشيال ميديا وشفناها. يا سيد نبيل ولضيوفك، المشكلة الفكرة العائلية في الدولة الليبية للأسف هي مشكلة تاريخية، مشكلة ثقافية، مشكلة اجتماعية نعاني منها. الليبيين اليوم تعاملوا مع نفسهم نظام قبلي، وليس نحن في دولة مدنية. نظام العمدة والشيخ اللي عند هذه اللحظة موجودة في الغرب الليبي ولا في الشرق ولا في الجنوب، فلذلك مش إذا لا تقدم في هذه الحالة قد يطلب منك، قد يطلب منك من يستمع لهذا الكلام، قد يطلب منك في هذه الحالة لا تقدم هذا الجيش كما تصفه أنت على أنه النموذج الذي يجب أن يطبق في مختلف المدن، وهو جيش ليبي ويمثل الدولة الليبية، إذن جيش يمثل عائلة معينة تهيمن على منطقة جغرافية معينة أخذت هذه المنطقة لاعتبارات، والعمل يتعامل معها وفق هذا المنطق وهذه الاعتبارات، حتى فقط تعدل المفاهيم وطريقة التوصيفات التي نتقدم بها. لأن أنا أود أن أطيل في هذا الأمر لأنه صراحة لأنه سنأخذ فيه وقت. لا سيد نبيل في ثواني، عطلنا على السيد أشرف فقط، أعذرني، تفضل في ثواني. لا حابب لا تفضل. لا تفضل إذا كنت أود أن شكرا على تفهمك سيد أشرف. الاعتبارات يا سيد نبيل قلها، الاعتبارات ما هي؟ تتحدث ولا تحول سؤال سيد أشرف؟ لا تفضل في عجالة، الاعتبارات ما هي؟ الاعتبارات اللي تحدثت عنها أن عائلة تسيطر على ان عائله تسيطر على بقعه جغرافيه، ما قلتلكش خذك نموذج مثالي كاملا امام الشعب الليبي، قلت لك هذا الحدث اللي تشوف فيه او هذه المشكله اللي تحدثت عليها ان عائله تسيطر، قلت لك راه على موجوده في كل المؤسسات الدوله الليبيه على مرها التاريخي ابتداء من الملك ادريس انتهاء عند اخر سلطات موجوده في الدوله الليبيه. هذا هو الفكره اللي عند المجتمع الليبي. حفتر النمطيه الخصوصيه التي مرت بها مدينه بنغازي واضحه تماما الذهاب. ولديه أثر تاريخي جعلته من واضحة تماما سيد المطري في المنطقة الشرقية وفي ليبيا بالتحديد، هو الذي جعل من التكوين اليوم واضحة تماما حتى وزع الوقت بشكل عادل، اسمح لي. مشكلة شفناها في كل العائلات، واضحة تماما فكرتك سيد المطري. شكرا لك على تفهمك سيد أشرف. مرة أخرى كنت سألتك قبل قليل حول مسألة ما قالته ميلوني حول وجوب انسحاب الميليشيات الروسية، قللت من إمكانية أن تقول ميلوني مثل هكذا كلام، لكن في المقابل أو أبعد من ذلك، إلى أي درجة يمكن الاعتقاد في هذه الحالة أن ربما هذا الكلام من قبل ميلوني هو بطلب أمريكي، وهي رسالة أمريكية قدمتها واشنطن على لسان ميلوني لخليفة حفتر في ظل هذه المخاوف الأمريكية المتزايدة من قبل هذا التوسع الروسي؟ لا
انا ما قللتش من ان او ما قلتش ان ميلوني ما قالتش لكلام هذا لخليفة حفتر. هذا الموقف موقف غربي لكل الدول الغربية، ومتفق عليه ان تواجد الروسي يشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي، وتوسع الروس في ليبيا يشكل تهديد مباشر للحلف على بعد 300 ميل بحري من الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي. أكيد ميلوني أشارت إلى هذا الموضوع، ولكن هل الإيطاليين لهم القدرة على أو لهم الأدوات على للضغط لتفادي أو لإخراج الروس؟ أقول لك لا، الإيطاليين ليست لهم الأدوات ولا القدرة، ولكن هذا الموقف الغربي المشترك. أن تقول ميلوني من ضمن الكلام اللي قالتها ممكن، ولكن اليوم ميلوني تتعامل، أو السبب الرئيسي لزيارة ميلوني، وهذا ما أردت الإشارة إليه منذ البداية، السبب الرئيسي اليوم لزيارة ميلوني بغض النظر عن الاتفاقيات وبغض النظر عن خطة ماتي وبغض النظر عن الأهداف الاستراتيجية سواء الآنية أو المتوسطة المدى أو بعيدة المدى، هناك هدف عاجل لميلوني. ميلوني في وسط حملة انتخابية في للانتخابات الأوروبية التي سوف تقام في شهر يونيو القادم، أي بعد أقل من شهر، ولذلك ملف الهجرة هو ملف حساس وملف مهم، وليبيا دولة مهمة بالنسبة لهذا الموضوع. زيارتها يمكنها استغلالها أو استعمالها في حملتها الانتخابية التي قد تحدد مصير تحالفها الحاكم في إيطاليا. لذلك هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا ما تتناوله حتى يتناوله أغلب المحللين الإيطاليين، بأن الحملة الانتخابية أو المعركة الانتخابية الحالية والتي سوف تحدد تشكيلة المفوضية الأوروبية القادمة أو تشكيلة المنظومة الأوروبية القادمة مهمة جدا في المرحلة الحالية وفي المرحلة المستقبلية. أما فيما يتعلق بالتفاصيل وزيارتها أو ذهابها، لاحظوا أن ميلوني زارت ليبيا أكثر من 3 مرات في السابق. أول مرة اليوم تزور بنغازي. زيارة بنغازي ليس الهدف منها هو والله التفاوض في موضوع الهجرة، أو زي ما قال مطريد والله الاطمئنان على حالة السويدين في الكفرة، ولا لا 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 لا، الموضوع هو إرسال رسالة بأن إيطاليا تتعامل أو لها علاقات مع كل الأطراف الليبية، ولها قدرة للتحرك في كل الأراضي الليبية وفي كل المساحات الليبية بغض النظر عن من يسيطر على هذا الطرف أو ذاك. وهذه رسائل انتخابية طبعا يفهمها المتلقي الأوروبي الذي ينتظر الانتخابات الأوروبية أو يركز على الانتخابات الأوروبية. من بيش نخوض في موضوع العائلة وعكب طريد في تبرير قصة عائلة حفتر وكذا، لأن لا أعتقد أن كلامه سيعجب أولاد حفتر الليلة. أنا أنصح أنه يحاول يخرج إخراج آخر، لأن قصة والله هذه مشكلة يعنونها الليبيين والعائلة والقبيلة والعمدة، هذا ما هوش مستساغ. حفتر يتعامل معه كرئيس عصابة، في كل الأروقة يقال أن حفتر هو رئيس عصابة يسيطر على مساحة في الأرض الليبية، وليست له أي شرعية إلا شرعية الواقعية أنه مسيطر على الأرض في تلك المناطق، وغير ذلك لا يتمتع بأي شيء. ولاحظوا أو كررها للمرة المئة أن زيارات حفتر خلال 7-8 سنوات الماضية زاره العديد من المسؤولين الدوليين، ولم يضيف له من ناحية الشرعية ومن ناحية حلمه في التحكم في كل ليبيا أي شيء. بالتالي سياسيا ليست له أي مكاسب ولو زاره بايدن غدا. وبالتالي يا سيد القادر، ما يفهم من كلام السيد أشرف هنا حول هذه الزيارة أو العقلية التي جاءت بها ميلوني إلى طرابلس أو حتى إلى بنغازي، هي عقلية انتخابية أكثر منها العقلية التي فكرت فيها عندما زارت طرابلس وبنغازي في المرات الماضية. هذا يخدني إلى التساؤل أيضا حول مسألة هذا الطلب الذي وجهته لحفتر بوجوب التقليل أو حتى مغادرة الميليشيات الروسية، تقصد هنا فاغنر. هل هو تصور إيطالي منفرد، أم يعبر في ذات النقطة عن توجه أمريكي أو تململ أمريكي من هذا التوسع الروسي في ليبيا وفي دول إفريقيا ككل، ما بات يعرف بالتدافع الجديد في إفريقيا؟
أظن أنه بأن إيطاليا هي تعرف أنه ليس مهما عندها اليوم إخراء يعني على مستوى الإيطالي المحلي، أقصد الإيطالي المحلي كما قال الأستاذ أشرف شح. هو الإشكالية الكبرى عند ميلوني اليوم هي قضية التحرك على أكبر ملف يمثل يشغل الرأي العام الإيطالي، وهو ملف الهجرة السرية أو الهجرة اللاقانونية، والتي يمكن أن إذا قاموا بمؤتمر قوي جدا قبل أو تحركات سياسية ودبلوماسية واتفاقات سياسية قوية جدا قبل الموعد الانتخابي القادم اللي هو الانتخابات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، إذا استطاعت ميلوني أن تنجح في هذه في 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 القيام بهذا التحرك السياسي الذي يمكن أن يكون لديه يعني تأثير على المزاج الانتخابي أو الرأي العام الانتخابي الإيطالي، هذا أهم شيء لدى ميلوني، هو قضية الانتخابات وقضية الهجرة الشرعية، الهجرة غير الشرعية، هذا أهم مشكل عندها. الملفات الأخرى اللي تكلمت عليها انتخابات وتوحيد المؤسسات حتى إخراج قوات الفاغنر، قوات الفاغنر الآن حتى لو أردنا أن نقول هو صح موقف مبدئي الذي تتكلم عليه الوكالة الإيطالية الرسمية وتتكلم عليه كذلك الحكومة الإيطالية، هو موقف رسمي ليس موقفا إيطاليا بحتا، بل هو الموقف الأوروبي والغربي عموما، اللي هو إخراج عفوا عفوا الاخراج القوات الفاغنر من ليبيا. لكن انا اذا تكلمنا عن الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه لديها مشاكل اخرى، ومشكلتها الكبرى الان هي ما يحدث عفوا هي قدرتها على التغطيه، وما يحدث الان من جرائم تقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عنه والتغطية عنه سياسيا أمام مجلس الأمن المتحدة، وكذلك الاستمرار في الدعم العسكري من أجل ذبح الفلسطينيين، هذا أهم شيء الآن هو لدى السياسة الخارجية الأمريكية. أما قضية وجود قوات الفاغنر الآن لا يهمهم كثيرا في ليبيا، لا هو مهم لكنه ليس العامل المحدد الآن في السياسة الخارجية الليبية، وقد يكون عامل مؤثر جانبي أو ثانوي، لذلك هذا سيأتي له الأمريكيون بعد ذلك. أما المهم الآن هو الملف ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية واستمرار تقتيل الفلسطينيين بدعم أمريكي، والملف الثاني هو الملف الأوكراني. أما الملف الليبي قد يأتي في الأولوية الرابعة والخامسة، حتى إن وجد لا يكون بليبيا فقط بل يتعلق بالوجود في شمال إفريقيا وفي جنوب البحر المتوسط بطريقة عامة. وبالتالي يا سيد مطريد، إن كنا نبحث عن مسألة عما إذا كانت ميلوني تحاول احتواء هذا التعاون الروسي مع خليفة حفتر وهذه الرسالة التي قدمت إليها، قد يقول قائل من واشنطن، لكن هناك تساؤل في ذات السياق، ما الذي يجعل حفتر في هذه الحالة يصر على إزعاج واشنطن باقترابه من موسكو أكثر رغم التحذيرات الواضحة وغير الواضحة التي تقدم إليه في أكثر من مناسبة؟ ما هي المكاسب بشكل واضح التي يحققها حفتر من موسكو ولم يستطع تحقيقها من واشنطن؟ شوف يا سيد نبيل، في بالرغم أن لدي بعض التعقيب بخصوص وأيضا سؤالك يعني يهمني جدا، لأن هذا يعتبر في صلب المكسب السياسي التي تسعى إليه القيادة أنها تكون حلقة توازن مع كل الأطراف أو الأطياف السياسية أو الأقطاب السياسية الدولية، إذا كانت روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة. السيد الشح أشار إلى نقطة مهمة، وأن السيدة ميلوني آتية إلى فكرة دعاية انتخابية وقرب الانتخابات، والشعب الأوروبي يعلم جيدا أن لما الشخص يكون في حالة انتخابات أو تجهيز انتخابات يذهب إلى ليبيا عشان يجهز نفسه الانتخابات القادمة، وكأن ليبيا هي الملمع لكل رئيس وزراء، يعني ومنطق غريب جدا يتحدث به السيد الشح، وكأن إن ليبيا لها معنى كبير عند الشعب الإيطالي الذي يزور أي مسؤول ليبي في ظل أن ليس لدينا أصلا دولة ليبية أو دولة متوافق عليها أو قوية في المنطقة حتى تكون يعني ليبيا مؤثرة على الشعب الإيطالي أو الأوروبي يعني. ما فالمنطق اللي تحدث به سيد الشيخ غير منطقي. الفكرة الثانية اللي قال لك يخاف علي من أن فكرة العائلة وأن العيال حفتر حيزعلوا،
من فكرة الفكرة الثقافية الاجتماعية اللي حاصلة في الدولة الليبية. لا حبيبي، هذه 15 مرة ولا قريب 20 مرة ولا 25 مرة نتحدث بهذا المنطق وهذه الحجة التي أصلاً موجودة على المجتمع الليبي بالكامل، وعليك حتى أنت لما تكون في أي منصب حتجيب عائلتك وحواليك، لأن هي نازع عدم الثقة الموجود لدى الليبيين لبعضهم هو اللي خلى المشكلة بهذا الأمر. فلهذا أن إنجازات أبنائه على أرض الواقع هي اللي جعلت أن الليبيين يثقون فيهم أو يثقون في أبناء حفتر أو يجعلونهم من يعني احتراما لأبوهم اللي كان يوما ما ضحية أو ضحى بنفسه في ليبيا. لحظة من فضلك، هذه الجوانب يا سيد الشح هي التي أعطت القيادة العامة المكسب السياسي والمنطقي وجعلت من الجميع يأتوا إليها. هو الوحيد الذي لديه العكاس سياسي وعسكري وأمني، ما عندكش خيار أخرى. أنت في ظل عدم لدولة، فمنطق أن الدولة الإيطالية أو أي دولة كانت الولايات المتحدة، ولا زي ما أنت أشرت أن حتى لو ترامب ولا بايدن ولا اللي هو اللي جي يزور سيد حفتر كأن لا تضيف له شيئا، بالعكس أنا تضيف لي كمشروعي، وأن الذي يحتاج إلى ليبيا لازم يجي يجلس معي ولازم يتفاوض معي ويجيب احترام ويتقابل باحترام بدون أي فرض، مثل ما يحدث في العاصمة طرابلس من وزارة الدفاع التركية التي تفرض على كل المؤسسات العسكرية هناك أوامرها ويتم اتباعها حتى على الوزراء في طرابلس. شنو مشروعك؟ حتى نكون أكثر منطقيين يا سيد الشح، يجب مشروعي واضح يا سيد الشح، العودة لك تبي له حلقة بروحها. خليفة حفتر مشروع رئيس سيادي شوية با كويس، تبي نعطيك فيها محاضرة؟ خليفة حفتر رئيس ليبيا ولا؟ إذا كانت لا أنت لا شايف لا عدم مشروع مشروعي خليفة حفتر هو مشروعي رئيس ليبيا بس. وصل تساؤلك يا سيد الشح، اسمح له أن يكمل. تفضل. هذه مشكلتك يا سيد الشح، هذه مشكلتك مع حفتر ومشكلة لا نفسية. لا قول لي أنت. المجتمع الليبي لما يشوفوا التطور با كويس. تبين نقول لك أعطيني المساحة سيد نبيتة ونحكي معاه سيد الشح حاضر ونقعد. تساؤلك وصل سيد أشرف. فقط كويس. مشروعي أنا، مشروعنا نحن كقيادة عامة من عسكريين ومدنيين، لحظة من فضلك حتى أكمل لك، باكي لعل ربي يهديك وتتبع هذا المشروع. الصوت نسمع فيه صدى على نفسي يا سيد نبيل. سيحاول الزملاء معالجته، لكن كلامك متناقض من جانب آخر في وجهين. وجه تتحدث فيه عن أن الرجل لا يثق في الجميع وفأتها بأبنائي حتى يتقلدوا مناصب وألوية وبالتالي كان هو الواجهة ولم تكن حكومة حمد، هذا من جانب. من جانب آخر تتحدث فيه على أنه الجميع يريده وبالتالي لديه شعبية فلا حاجة له لأن ربما يأتي بأبنائه إلى هذه السلطة أو لهذه الواجهة. معادي ما فيش تناقض يا سيد نبي، بالعكس أنا في أنت تعزز في نفس الكلام. قلت لك بعدم الثقة اللي تكونت حواليه، لأن شفنا برلمان سابقا كون ما يقارب عن 9 حكومات، وبعد توقيع سخيرات، أعود لك الكلام، بعد توقيع سخيرات مع سيد مجلس الدولة وأصبح مستشار مجلس الدولة للبرلمان، تم قرارات البرلمان الليبي ليست كاملة وليست لديه السلطة كاملة في قراراته، فأصبح هناك خطر على المؤسسة العسكرية والجيش الليبي من خلال أي اختراقات ممكن تحدث من خلال هذه الزوبعة التي حدثت في الصخيرات. لهذا قائد الجيش أو قائد العام خليفة حفتر ومن حواليه بالرجالات يعني يسعون اليوم لحماية هذا الجيش الذي أصلا صمد أمام الإرهاب، يعني صمد في أن يحيي بالشرق والغرب ويكون في الجنوب اليوم ويكون نحن إذا أمام حالة انقلاب الآن نتواجه كل الصعوبات. نحن أمام إذا حالة استثنائية في عدم أنت توصفها أنت توصفها حالة استثنائية للتقليل. في حالة انقلاب إذا كان للتقليل، لكن تعريف لو أردنا سيد محمد حتى نسمع بعضنا بشكل جيد وتكون الفكرة نعم. واضحة بالنسبة للمشاهدين، أنت توصفها وتحاول التقليل من شدة التوصيف بالقول بأنه حالة استثنائية وتفرض على حفتر أن يتجه هذه الخيارات، لكن توصيفها سياسيا هو حالة انقلاب حتى وإن لم تكن بخطاب متلفز على البرلمان وقراراته، لأنه البرلمان هو من كلف خليفة حفتر، أعطاه هذه الرتب وأعطاه هذا المنصب عندما أصبح الآن قائد عام للقوات المسلحة كما تنادونها. إذن الآن نحن في حالة انقلاب. بقى كويس، كيف حالة انقلاب البرلمان موجود قدام؟ لأنه مسلوب الإرادة السياسية يا سيد مطريد، هذه واضحة، توضيح الواضحات من الفاضحات كما يقال. بالعكس البرلمانيين مسلوب الإرادة السياسية. لا خليني أوضح لك، مش خذ هذا ممكن وصفك يا سيد نبيل وصف حد أخرى، يعني أنا خليني نوصف لك الحالة مثل خذها من كلام فمي.
ما تغيرش المصطلحات لأن المصطلحات مهمة في التحليل. أنا لا أغير المصطلحات يا سيد محمد، أنا أسألك، أنا لا أهدف إلى تغيير مصطلحاتك. أنا أتساءل عندما قصدت لك حتى تكون الصورة واضحة، إيه عندما قصدت بالإرادة، إيه عندما قصدت بالإرادة السياسية سلبت من البرلمان، عندما تعين وتشكل كتلة تابعة لأحد أبناء حفتر هي من تهيمن على القرار داخل مجلس النواب، ولم يعد يسمع صوت لعقيلة صالح في هذه الحالة. نحن أمام حالة سلب للإرادة السياسية لمجلس النواب، هذا توصيفها السياسي، لا يوجد فيه أي تجني يا سيد محمد. هذا من جانب. أنا أود أن أغرق كثيرا، لكن أنا نتقدم أكثر في النقاش حتى نغلق القوس. حتى نغلق القوس، تفضل. كويس، أعطيك المساحة كويس في عجلة. كويس، خلينا استفهامك خليني جاوب عليه. تفضل. كتلة من البرلمانيين رجالات الذين دعموا القائد العام وكانوا في خلفه، هم نفسهم موجودين ويدعموا في الجيش الليبي، هذا مش سر. وهؤلاء غير منزوعين الإرادة، برلمانيين لديهم الحقية الشرعية، وتقريبا يخرجوا معك في قناتكم، يخرجوا في مكان ويصرحوا. وشفنا حتى زيادة غيم المعارض لعقيلة صالح والمعارض للبرلمان، وانسحبت منه صفة البرلماني، كيف جالب في درنا وكان وضع عادي وما حتى عدى عليه. فالبرلمانيين الذين لديهم كتلة يدعمون الجيش الليبي والقائد العام قاعدين، لم ينزع منهم الصفة ولم تنزع منهم إرادتهم، بالعكس بكامل قواهم العقلية ولديهم علاقة شخصية به، ويتواصلوا مع قائد الجيش، بالعكس يدفعون ويدافعون على هذا المشروع قبل حتى أي شخص في الجيش. نعم. فلهذا أنك أنت تحاول تشويش، لحظة، تحاول تشويش أن هؤلاء منزوعي الإرادة، نقول لك لا بالغالب بالعكس، لأنهم يخرجون خارج بنغازي ويسافرون إلى جنيف ويتقابلون مع عديد من الجهات الدولية، ويكون رأيهم في ليبيا وخارج ليبيا نفس الرأي، لأن المؤمنين بمشروع الذي فيه أبنائهم، أبناء الشعب الليبي، أبناء قبائل ليبيا لتدافع على برقة وفزة. أغلقنا القوس. هذا المشروع هو مشروع وطني بحت، لأنه دفع عليه دماء يا سيد نبيل. أغلقنا القوس لأنه في المحصلة لا يستطيعون كل هؤلاء البرلمان أن يتحدثوا ويقولوا أي تصريحات تعارض توجه حفتر وأبنائه، ولا حتى إنتاج قوانين قد تقصي حفتر من المرحلة الانتخابية المنتظرة رغم كل الماراثون من الحوارات. نغلق القوس فقط معك. لا أدري إذا كان السيد أشرف لديه تعقيب، لأنه كانت لديه تساؤلات فيما مضى. أعطيك المساحة سيد أشرف في هذه الحالة، لأنه تبقى مع الكثير صراحة. فقط لدي أمامنا 7 دقائق أو 6 دقائق. لا هو مش تساؤلات، هو ما جاوبنيش على سؤالي، وقعد مسكين يدف ويدور وما معرفش يطرح الفكرة بشكل مفهوم. ما فهمت أنا بصراحة، ما قدرش نفهم منها شيء. شن هو المشروع متاعكم بالضبط؟ لشن تسوق؟ ودعالي حتى بالهداية كأنه يدعو لدين جديد ويلعب بدور الداعية. فبالتالي أنا طرحت الواقع كما هو، ليش زارت ميلوني وشن الأهداف متاعها وشن العقلية الغربية كيف تتعامل مع مثل هذه الأحداث. إن بريد ما يفهمش فيها هذا موضوع خاص، أنت مش حابب تفهم. لكن الدفاع دفاع دفاع أنت تحاول تجاهل وعدم قبولية الواقع اللي قدامك بس، وأنهم كفاءات سوبرمان. مش حابب تفهم الواقع اللي قدامك والنجاحات. هذا بندير، هذا معاش تحليل. يا سيد محمد، البداية اللي قلت لك إن شاء الله ربي يهديك، بداية الفكرة فقط دقيقة سيد أشرف. سيد محمد، المشكلة هذه فيك سيد مطريد، وانت تعلم جيدا نفسك سيد مطريد. سيد أشرف دقيقة فقط، نقطة نظام لو تكرمت. سيد أشرف نقطة نظام. سيد محمد، دع ضيفي يكمل حديثه، قاطعك بسؤال سريع فيما مضى وبعدها لم يجادلك مرة أخرى. اسمح لي أن يكمل فكرتك. ما هو سألني قال لي شنو المشروع، سألك بشكل يعني سريع، سألك يعني بشكل سريع وأخذت الوقت، كنت أطمح شنو أنت يعني هو يقول لي شنو المشروع. لم يأخذ الإجابة. نجاحات على أرض الواقع سيد. طيب دعه يكمل، دعه يكمل لو تكرمت. عندما تكمل فقط اسمح لي. تفضل سيد أشرف مرة أخرى. لا أنا عم تسألت على شنو مشروع، ما يقوليش والله أولاد حفتر هذو أبطال وداروا إنجازات وداروا كذا وما عمرهم ما تعداش كذا سنة، وبدو عندهم رتب زي رتب اللي أكبر منهم 50 سنة. شنو الإنجازات اللي داروها إلا أنهم أبناء خليفة حفتر اللي مسيطر عليكم وتتكلموا باسمه وتسبحوا بحمده. هذا ما هوش مشروع، هذا مشروع اللي هو قائم على أشخاص، الأشخاص زائلين، الأشخاص يموتوا. لذلك ما عرفتش جاوبني شنو هو المشروع بالضبط. بيغضوا يموت لكم خليفة حفتر، شو بتديروا؟ شو بيكون وضعكم؟
ما هذا ما عندكمش إجابة ولا وبالتالي تساؤلك بقي بلا إجابة. دقيقة فقط سيد أشرف، اسمح لي أن أقتسم باقي الوقت بينك وبينك باقي بين الضيوف. هناك أهداف عديدة تحدثنا عنها فيما مضى بأنه تحاول ميلوني تحقيقها من خلال هذه الزيارة إلى ليبيا، سواء طرابلس أو بنغازي. ما الذي تستطيع ميلوني تحقيقه من هذه الزيارة وقد يكون على المدى القريب في اعتقادك بطبيعة الحال؟ هو البروباغندا لحشد أكبر دعم للانتخابات الأوروبية، هذا على المستوى المباشر أو القصير. على المستوى المتوسط وضع قدم في كل المناطق الليبية من النواحي الاقتصادية ومن ناحية الاتفاقيات ومن ناحية تطبيق خطة ماتي التي تريد من خلالها تقنين وتقليل الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا. وبالتالي يا سيد القادر في ذات النقطة، قدرة ميلوني على تحقيق ما توده أو ما يوده العقل السياسي الإيطالي في ظل حالة منافسة قائمة منذ سنوات في الحالة الليبية بينها وبين باريس التي يقال أنها تحضر لاجتماع أمني يجمع عدد من القيادات الأمنية له أهداف أخرى، هل تستطيع روما تحقيق ما تريده من أهداف أمام هذا التصاعد الفرنسي أو محاولة إيجاد موطئ قدم آخر على المستوى السياسي ربما حتى الأمني؟ في دقيقة لك أيضا. نعم، أنا أوافق الأستاذ الشح في تحليله، يعني هي أقصى ما تستطيع تستفيد منه هو قضية التحشيد الانتخابي وبالتالي الحصول على نتائج جيدة أو زيادة استطلاعات الرأي فيما يخص الانتخابات الأوروبية. وهو الأمر الثاني هو المصالح الاقتصادية، الآن هي أصبحت تتعامل قالت لا يهمني من يحكم في ليبيا، يهمني أنه ما هي مصالح، هل المصالح الإيطاليين سوف تحترم وسوف لا تحترم، يعني هل هي ستتحقق وتصبح الإيطالي المستفيد الأكبر. بالنسبة لفرنسا، فرنسا للأسف الآن يعني بعد حكومة ماكرون في قضية السياسة الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بإفريقيا، يعني هم خسروا، يعني حينما وصل كانت فرنسا حاضرة في ليبيا، الآن خرجت، كانت حاضرة في مالي، خرجت في بوركينا فاسو، خرجت في تشاد، خرجت في مالي، خرجت في النيجر، خرجت، يعني الآن لم تخسر أفريقيا بعدها العمق الاستراتيجي، لم تخسر فرنسا عمقها الاستراتيجي في أفريقيا مثلما خسرت في عهد السياسة الخارجية لإيمانويل ماكرون. ولذلك الآن إيطاليا هي لا أنظر أن هناك كثير من الإزعاج من طرف الفرنسيين في المرحلة القادمة، لأن الآن يجب على فرنسا أن تعيد جذريا النظر في السياسة الخارجية تجاه أفريقيا عموما والشرق الأوسط كذلك. سيد مطريد، في أقل من دقيقة أيضا، إن كنا تسألنا عن ماذا تريد ميلوني تحقيقه من ليبيا من خلال هذه الزيارة، في المقابل ماذا يريد حفتر أن يحقق من مكاسب أيا كان شكلها بلقائه بميلوني اليوم، ومدى قدرته على التوفيق بين كل هذه المصالح الغربية المتعددة، وأيضا إضافة إليها يقف بشكل آخر مع روسيا في أقل من دقيقة؟ بالطريقة التحليلية اللي قدمها السيد الشح والقادري، أن السيدة ميلوني عند زيارتها إلى حفتر هي تدعو إلى دعاية انتخابية لها للشعب الإيطالي، هي فكرة نفس الفكرة اللي قدم فيها حفتر دعاية لنفسها الانتخاب القادم التي دعت بها الصحافة الإيطالية، وأنها تسعى إلى توحيد الجهود للذهاب للانتخابات. يعني بمنطق التحليل اللي قدموه ضيفيك الشح والقادري، بصراحة يعني مش عارف يعني كيف تحلل المشهد بهذا الشكل، وكأن تجعل من السيدة ميلوني هزيلة بأن تذهب إلى ليبيا من أجل دعاية انتخابية. يعني قصدي منطق تحليلي غير منطقي، يعني للأسف، يعني مع احترامي للضيفين، ما هو المنطق أن هم يبحثوا عن رعاية؟ ما هو المنطق إن كانت المنطق نظرتك هكذا لرأي الضيوف، إن كانت نظرتهم غير واقعية ويغردوا خارج السرب، غرد لنا غرد لنا بالصوت الذي يعجب المناصرين ومريدي حفتر في هذه الحالة. الفكرة أن ميلوني وإيطاليا تعاني من قصة المهاجرين، وقاعدة تحاول قدمت مشروعين، ممكن مشروع ما حكيتهاش لك وكنا مش حابين نحكوا فيه، هو أنها تخلق توحيد بين الحكومتين وتخلق بيئة توحيدية ممكن تحدث بين الحكومة الشرقية والحكومة الدبيبة، وتكون هناك توافق، وهي تسعى أن تخلق هذا المشروع. نعم. وأعتقد أن عليه نسبة توافق من القيادة ولديهم نسبة توافق من دبيبة، هذا ممكن بيش نحكو فيه لأن ما زال الموضوع لم ينمو بعد. بالتأكيد. فكرة ثانية سيد، التغريدة الأخيرة هي أن هناك مهاجرين
يأتون من الشرق الليبي والغرب الليبي، وعندك موجة الهجرة التي أتت من السودان، وحاول أن تخلق مؤتمر أوروبي أفريقي، قلت لك يوم 25/5 حيكون في ليبيا، حيكون في بنغازي. نعم. هذا هو اللي جاي عليه، تحاول خلق موضوعين وليس لها علاقة بالانتخابات الإيطالية. شكرا. ولا ليبيا تعني الإيطاليين شيء يعني في ظل نحن. نعم. لا دولة الموجودين. شكرا جزيلا لك سيد محمد مطريد على كل هذه التوضيحات والقراءات التي تقدمت بها. كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي، كما أشكر ضيفي الكريمين عبر سكايب من روما، المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف الشح، ومن باريس معنا عبر سكايب من هناك كان معنا الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي سيد صلاح القادري. وصلنا للختام، دمتم بالخير مشاهدينا.